صدر عن صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 102 لسنه 2023 بشان اعتماد الخطه الوطنيه السادسه للاتصالات وذلك بناء على توصيه وزير المواصلات والاتصالات بعد تشاوره مع هيئه تنظيم الاتصالات وبعد موافقه مجلس الوزراء جاء فيه. انه تعتمد الخطه الوطنيه السادسه للاتصالات المرافقه لهذا القرار ويعمل بها لمده ثلاث سنوات